صل على محمد وآل محمد. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وهوائي غالي وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني. اعترف في هذه الليلة، في هذه الليلة العظيمة نعترف بذنوبنا أمام الله، ولساني مقر بالذنوب، فكيف يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار ارفع اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما اهمني من امر دنياي واخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك باقيه باقيه ولا تسلبني صالح ما انعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلاني وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا في كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني اللهم إني كلما قلت قد دايت وتعبت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. مالي مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي
وقرب من مجالس التوابين مجلسي. عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك يا نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك أردتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك أنستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك يا رب يجل عن مكافاة المقصرين، وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو تستذلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، هب لي بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجلبني بسترك واعفو عن توبيخي بكرمي وجهي. سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفضته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته
والخاطئ الذي أقلد، وأنا القليل الذي كثرت، والمستضعف الذي نصرت، وأنا الطريد الذي أويت. أنا يا رب، أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء، ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواء العظمى، أنا الذي على سيدي اجترى، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إلي أسعى، أنا الذي أمهلتني فمر عويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عندك فما بغيت، فبحلمك أمهلتني، وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطية عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هوى وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فوا سوءتا على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك عندما تذكر، يا خير من دعا مدعى وأفضل من رجا مراجع. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبحب النبي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني، أرجو الزلفة لديك، فلا توحش استناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم، فأدركوا ما أملوا وإن
آمنا بك بألسنتنا الله وقلوبنا الله لتعفو عنا فأدركنا ما أمنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا إنك أنت الوهاب فو عزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى المخلوق إلى إلا إلى خالق مولاه إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك بين الأشهاد ودللت على فضائح عيون العبايات وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي وما صرفت تأنيني للعفو عليك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك يا الله وأعني فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فما يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أميت لأقدتي ولم أفرش بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الماء انظروا مرة عن يميني واخرى
عن شمالي إذ الخلايق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه علي وجوه يومئذ علي غبرة ترهق قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك فبلساني هذا الكال أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي ختام الدعاء إلهي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك انست محبتي وبك انست محبتي واليك القيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك وردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عياله وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآل الطاهرين.